السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نقدم لكم ردة فعل هذا الفيديو، فشاهدوا معنا وشكرا لكم. ليه كيف حبيت نهضر بك اللي حق واحد الميساج. الناس كاين ناس راهي طايحة غانغستا وطايحة شغل رابيت وما رابيت مكتوب باك وقت كذا. نعرفك راجل خويا، انا نعرف هذا لابير يا خويا، يعالج قضية ولا يتبنى قضية، يبدا بحاجة اللي تقيس اللي شغل حاجة اللي داخلة في البرنسيب ودخلنا في اعلامنا كامل وحاجه اللي تخص كاع الجزائريين، كيما القضيه تاع نايل الله يرحمه. نظام واحد اللي طايح بابا بو في الغربه ولا كذا ويسب الله هنا وطايح يسب في يسب في الناس ويسب كذا. نعرفك انت شغل صح غانغستا ولا انت صح رابر يا خويا. طيح الله بوليس اللي كلاش اللي قتلوا نايل، تم كي طيح الله بوليس اللي كلاش اللي قتلوا نايل، انا الاول جاي نكرمك حبيبي، فما تبناوش قضيه غير على مصالحكم الشخصيه. ثم كاع عملاء وكاع خوانا تاع الوطن من بكري ومعروفين، وتحيه لكاع الرجال، وحنا رجال نكرموهم ونكبروا بهم، ولي فهم فهم، ولي ما فهمش يجي نهار ويفهم.